هرجع لجزئيه اخرى يا باشمهندس، وهي بتتعلق على الاراضي. يعني دلوقتي الناس اللي هي بنت على اراضي بدون ترخيص، او كان في تعديات على الاراضي اللي هي مثلا لم يثبت ملكيه الشخص ليها، هل الشخص بقى اللي بنى على الارض دي بيجوز ليه برضو ان هو يروح يقدم على التصالح، ولا زي ما احنا عارفين انه في فصل ما بين القانون بتقنين الارض الاول وبعدين تقنين المبنى، اذا كنت انا بشرح الموضوع بشكل صحيح امام حضرتك؟ هو يمكن الحالات دي فندم احنا يمكن يعني قليله عندنا، لان احنا اللي بنتكلم عليه ده دي ممكن تكون عباره عن بعض المساحات اللي تم اضافتها لكردون بعض المدن، والمساحات دي بتبقى خاضعه للقانون 144 اللي هو خاص بتقنين موقف وضع اليد، فده له عليها الحقيقه وكان له موعد تقديم مختلف تماما. لكن اللي احنا بنتكلم عليه او بصرده دلوقتي ان احنا في بعض الحالات اللي ممكن تكون موجوده عندنا يمكن عددها قليل جدا، اللي هو مالك قطعه ارض، والمالك قطعه ارض ده الحقيقه يمكن ما قدمش على الترخيص، لكن بنى في ضوء الاشتراطات والضوابط البنائيه اللي بتقرها او بيقرها المخطط اللي خاص بالمدينه. ففي هذه الحاله لو هو باني يجوز طبعا طلب، يعني قانون التصالح بيشمل هذه الحالات ويجوز التصالح معاه على هذه المخالفه، لكن لو مخالف للاشتراطات والضوابط ده بيبقى صعب طبعا، لازم ان هو طبعا يعدل الموقف في ضوء الاشتراطات والضوابط البنائيه بتاعته. طيب هرجع برضو الجزئيه، يمكن معلش يمكن في المداخله انا اغفلتها بعتذر لك، بس تاني هرجع اقول الاجراء اللي بيتم في حاله التصالح لما بيبقى المواطن محول الوحده السكنيه لنشاط اخر تجاري زي ما بيحصل في كتير في المجتمعات العمرانيه، وخاصه اللي هو الدور الاول او الارضي اعتقد. تمام، زي ما قلت لحضرتك فندم احنا بنقبل الطلبات من المواطنين اللي مقدمين طلبات على تغيير النشاط، والطلبات دي الحقيقه بتدرس في اللجان المختصه. زي ما قلت سيادتك احنا عندنا كمخطط مدينه في اماكن طبعا فيها خدمات زي المحور المركزي الخاص بالمدينه، وداخل كل منطقه سكنيه او كل حي سكني عندنا في مناطق خدميه بتخدم الاحياء السكنيه والمناطق، بندرس بقى مدى امكانيه استيعاب الخدمات دي، بس هيبقى في نطاقات محدوده جدا في ضوء الدراسات والعرض على السلطه المختصه في هذا الامر. تمام باشمهندس، طيب هنرجع احنا عارفين انه كان في قرار حاسم بازاله التعديات على اراضي الدوله او ممتلكات الدوله، وبالفعل تم عدد من الازالات، هل في بعض بقى من الازالات اثناء التنفيذ تم تركها او ادوها مهله انها تدخل تحت بند قانون التصالح، ولا تم الفصل تماما ما بين هذه المخالفات ما بين التعديات على اراضي الدوله او الجزء اللي ما تمش ازالته؟ يعني انا بتكلم على اللي طالع له بالفعل قرار ازاله في تعدي على اراضي الدوله. هو طبعا فندم احنا بنتكلم على قانون التصالح اقر التصالح على المخالفات اللي هي حصلت قبل 8/4/2019. طبعا كل المخالفات دي بانماطها اللي احنا اتكلمنا عليها وطبيعتها اللي بتبقى موجوده في المدن الجديده دي كلها احنا سايبين طبعا مهله لاصحاب هذه المخالفات للتقديم في ظل قانون التصالح حتى 30 سبتمبر ان شاء الله. لكن اللي كان بيخالف بعد كده هو اللي كنا بنتعامل معاه، يعني اللي كان بيعمل مخالفات حديثه هو اللي كان بنعمل معاه الحقيقه يمكن يعني تعامل فوري على طول، بان احنا بنعمل ايقاف للمخالفه وازاله الشده الخشبيه اللي بتبقى موجوده اللي هي بتبقى تمهيدا طبعا لصب العناصر الانشائيه. طيب باشمهندس، هل في رصد من قبل الجهاز لعدد المخالفات او مخالفات البناء تحديدا؟ يعني محصور انا عندي جوه مدينه 6 اكتوبر مثلا كذا مخالفه، دي تتعلق بادوار اضافيه، دي تتعلق بتغيير نشاط، دي تتعلق بكذا، هل في حصر لعدد هذه المخالفات عشان نقارن بينها وما بين الاقبال على التصالح؟ في عندنا حصر تقريبا في حدود 10,000 مخالفه ما بين مخالفات يعني زياده في غرف الاسطح، نسبه غرف الاسطح نسبه بنائيه، او تحويل البدروم لنشاط سكني يمكن، وكان في بعض الحالات برضو اللي هي فيها الحقيقه تغيير النشاط للدور الارضي او الدور البدروم، ده برضو كله مرصود، اجمالي العدد قرابه 10,000 مخالفه. 10,000 حتى الان نقدر نقول من ال 10,000 مخالفه اللي رصدتوها في الجهاز قد ايه، واحنا في منتصف يعني المهله قدامنا لسه اسبوعين على انقضاء المهله، قد ايه من ال 10,000 هو اللي تقدم للتصالح يا باشمهندس؟ تقدم حوالي 4,500، يعني ده نص العدد. طبعا زي ما قلت لحضرتك في تضاعف، انا متوقع ان شاء الله ان احنا نص عدد المخالفات تقريبا جوه الجهاز او اللي جوه مدينه 6 اكتوبر تقدموا بطلبات التصالح.
بالظبط كده يا فندم. ومتوقع الفتره اللي جايه ان شاء الله ان هي برضو نوصل، يعني انا متوقع ان احنا نوصل 80 90% ان شاء الله.